خبر تالي بعنوان محلب وخمسة وزراء يناقشون اليوم إنقاذ صناعة النسيج ودعم القطن. يرعى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مؤتمر إنقاذ صناعة النسيج وتنظمه النقابة العامة اليوم الأحد بحضور وزراء الصناعة منير فخر عبد النور ووزير الاستثمار أشرف سلمان ووزير المالية هاني قدري ووزير الزراعة دكتور عادل البلتاجي ووزيرة القوى العامة الدكتورة ناهد العشري. المحا عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة أن المؤتمر سيتطرق إلى المشاكل التي تعاني منها الصناعة والأسباب التي أدت لانهيارها وأيضا وضع تصورات وحلول عاجلة، خاصة أن القطاع يضم مئات الآلاف من العمال. مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الدكتور محمد صبحي مدير صندوق تحسين الأقطان. السلام عليكم يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. تحت حضرتك باشمهندس، يعني من خلال هذا الاجتماع ان شاء الله المزمع انشاؤه من خلال رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وخمسه الوزراء الذين يرافقونا في هذا الاجتماع، ايه النتائج المرجو الخروج منها من هذا الاجتماع باذن الله تعالى؟ والله احنا عايزين نوصل بمحصول القطن كما كان يحدث في الستينات والسبعينات، لان انت عارف فتره الستينات والسبعينات واوائل الثمانين بالظبط، ان احنا بنزرع اكثر من مليون فدان قطن. نعم. وكنا بننتج اكثر من 10 مليون امتار، وكان 55% منهم بيتم تصديرهم لدول شرق اسيا. وكان موسم حصاد القطن يا فندم عيد للفلاح والمزارع. طبعا كان عيد، وكان بيبدا يجوز فيه اولاده، وكنا يعني انا من الفلاحين، وكنت بشوف انا كل الحاجات دي على الطبيعه قدامي، وكان بيبقى فيه فرح وسعاده. نعم. يوم جمع القطن. النهارده يعني في المواسم اللي هي اللي فيها السنه الماضيه واللي قبلها واللي يعني ما بقاش موسم يعني سعادة، بقى موسم كآبة بالنسبة للفلاح لما يعانيه من موجودة خلط في البذرة. نعم. بنسبة كبيرة، مما يؤدي إلى يعني انهيار القطن المصري يعني. نعم. فالمهم الوزارة بدأت تطلع استراتيجية السنة دي الحمد لله، يمكن هيبدأ التعاقد مع السادة المزارعين من قبل شركات اللي هي شركات القطن، هتبدا تاخد منهم بالتعاقد وتحدد لهم السعر قبل الزراعه، وده هيشجع الفلاح ان هو يزرع القطن ويحاول يعتني بيه، لان القطن انت عارف بيقعد في الارض بينقص من 6 لـ7 شهور وبيحتاج لمصاريف كثيره، فلا بد من تعويض الفلاح. نعم. نتمنى يا رب ان شاء الله نهود بهذا المحصول ايضا الاستراتيجي الهام، وكل المشاكل الخاصه به يتم التغلب عليها، وكنا طبعا في انتظار نتائج هذا الاجتماع. شكرا ليك المهندس محمد صبحي مدير صندوق تحسين الاقطان.